ترزيج بعد هذه التوزيعة من عدلان كديورو لسليماني وهدف ثالث. فعلا القبعة ترفع للمدرب علي لوزيتش. على سليماني وتكلمنا على الميزات تاعو، من الميزات تاعو هي الضربات الرأسية هذه. شفنا شوف الإرفقة كيفاش يعني طلع وكيفاش راسية محكمة يسجل هدف، هذه يعني من طبيعته. مصطفى من الجهة اليسرى أصبحنا نسجل، ومن الجهة اليمنى أصبحنا نسجل، ومن العمق نسجل، وهذا سلاح جديد لمحارب الصحراء، لمحارب الصحراء الذين أصبحوا يبدعون في التسجيل. لن أنساك يا عدلان يا قديو